من اقول لك والله عندي مثل دوري ويا الشرطه، دوري ويا هذا ويا الزوراء، دوري ويا نفط الوسط، فباشر عقب ما تاخذ كاس ويا زاخو فشيء كبير طبعا. يعني هم خاصه هم محبين كره القدم، يعني تشوف صورك انت بالسوق بالملعب بالسيارات بالمدري شنو، قلت لك هي يعني قضاء، فما عندهم بس كره قدم. فاحنا طموحنا يعني دائما احكي ويا اللاعبين اقول لهم اهم شيء مباراه الكاس، لان احنا دوري يعني فوز تخسر انت باقي ثامن او ضمنت. باقي ضمنت ضمنت البقاء فهو هذا طموحنا احنا الكاس يعني لا غيره. زين، ردت اسالك على ياسر قاسم وقضيه خروجه من زاخو، وين القصه الحقيقيه؟ والله قال على اساس جاء اعتراف برا، ولكن ما صار الاعتراف وبقى هناك، يعني يدقون علي ما رجع ما يجاوب. اي ما ما اعرف شنو المشكله صايره. ايش قد بقيت انت وياسر بزاخو يعني الفتره اللي لعبتوا سوا؟ موسم ونص تقريبا؟ لا تقريبا لا اقل. اقل؟ اي اقل. زين، اذا تحدثنا عن مستواه شلون شفته؟ ضاف لكم ياسر كقيمه والله فنيه؟ والله واي اكيد. تعرف ياسر من اللاعبين جيدين، لاعبين مهمين يعني. تعرف انت لاعب نص دائما يكون خبره ويكون عنده جميع المواصفات، ياسر جميع المواصفات، وجانا يعني تقريبا وبقت كان عنده وزن اتذكر، وهاي تمرن على روحه وساعد نفسه وحتى تطور. ملتزم بالملعب خارج الملعب، عنده هذا الحرص ان يعود للواجهه من جديد. اكيد اكيد اكيد. زين، سمعنا انه حديث عن عودته لهذا الفريق لزاخو، والله احنا اكو تواصل وياه بالفتره الحاليه؟ والله انا يعني متى لا الاداره أي. والله على اساس يعني يقولون يرجع يعني هاي الفتره، بس بعد ما اعرف والله. وين كان هو دورك ايضا المفروض تتواصل وياه كزميل؟ انا اتواصل وياه احكي وياه دائما. من راح تواصلت وياه؟ اكيد احكي وياه، جاب لي يشرح لي ما ادري شنو، قال والله عندي عقد خارجي ان شاء الله، اذا ما صار العقد ارجع لزاخو. قلت له هذا ناديك واحنا اخوتك وانت لاعب مهم. زين، سؤال، اي لاعب كره قدم بالدوري من نمر للجولات الاخيره تبدا الانديه تغازله،